توج نادي السيلية بلقب كأس كيو اس ال بعد فوزه على الريان في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل. هذا اللقب هو الأول في تاريخ السيلية ويأتي بعد تأهله للنهائي بقرار من لجنة الانضباط. التفاصيل في تقرير صفوان أبو شناب. وإن خلت التتويج من بهرجة الاحتفالات إثر الاحترازات التي فرضتها جائحة كورونا مؤخرا لتفادي توسع انتشارها في قطر، فحلاوة الظفر بلقب لا يمكن إلا أن يفخر بها السيلية التواق إلى إنجاز هو بأمس الحاجة إليه. أحب أبارك أول شيء طبعا للجهاز الفني والإداري، يعني للأمانة يعني البطولة كانت يعني في وقتها الموسم كان صعب علينا، يعني كانت كثرة إصابات وتوقفات كثيرة، والحمد لله إحنا قدرنا إحنا نحقق هذا اللقب، يعني أقل شيء نقدمه لإدارة نادي السيلية. لقب مستحق، الكل قال تأهلنا ممكن بالصدفة أو خطأ إداري، اليوم أثبتنا أن نقدر نفوز وأن فريقنا قوي ونستحق البطولة بالفوز على الريان 2-0. فريق الريان كان الأوفر حظا حسب التكهنات التي سبقت المباراة وهيمن على معظم فترات الشوط الأول، غير أن السيلية تمكن من تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة عن طريق رأسية السنغالي كارما بوتشي الذي نجح في هز شباك الحارس فهد يونس. الشوط الثاني لم يأتي بجديد على مستوى أفضلية الريان في السيطرة، غير أنه لم يفلح في تغيير حقيقة أن السيلية قد أحكم قبضته على لقب كأس كيو اس ال مؤكدا جدارته بهدف ثان في الدقيقة 90 من المباراة أحرزه مهند علي الشمري. أعتقد من ناحية الاستحواذ كنا مستحوذين، لكن الأهم أن احنا نستحوذ ونسجل، ما سجلنا، السيلية سجلوا، مبارك لهم وهذا لك لنا. لقب هام للسيلية عوض به موسما غير مثاليا في الدوري المحلي وجدد الأمل بعودة قوية إلى المنافسات المحلية الموسم المقبل. صفوان أبو شناب، بي إن سبورتس، الدوحة.